أهلا وسهلا بيكم مع شركة دي أم للتصوير والمونتاج والتسويق عبر السوشيال ميديا. شركة دي أم أول شركة مصرية لتقديم جميع خدمات التصوير بأحدث المعدات والتقنيات لجميع المناسبات بأسعار غير قابلة للمنافسة. مؤسس ومدير شركة دي أم هو الأستاذ دسوقي إسماعيل، مصور وزارة الخارجية، مع طاقم من المصورين والمنترين والمخرجين والمسوقين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. يعني لو عندك حفلة أو سيشن، شركة دي أم عارفة كويس جدا يعني إيه سيشن للعروسين، واهتمام دي أم بالسيشنز غير مسبوق. عشان كده صممنا أفكار لسيشنز العروسين غير مسبوقة، وده مش هيتم عرضه في الفيديو هنا، ولكن استنونا قريب جدا مفاجأة كبيرة قوي لأفكار جديدة لسيشنز العروسين. ولو عايز تعمل فيديو أو برومو لشركتك أو مشروعك، سواء كان المشروع عيادة أو مطعم أو جيم أو حتى مؤتمر أو محاضرة أو إيفنت، وهتحتاج سكريبت، فويس، جرافيكس، مونتاج، تصوير محترف وتسويق، دي ام جمعت لك كل ده في مكان واحد بفريق عمل متكامل ومتخصص. مش بس كده، ده كمان هتسوق لك على كل وسائل السوشيال ميديا. واهم حاجة بتميز دي ام ان عندها استوديوهات مجهزة باحدث معدات التصوير والاضاءة بتقنية فول اتش دي وفور كي لتصوير السيشنز وغيرها، وكمان محترفين في صناعة الافلام القصيرة والتسجيلية. وكمان دي ام عاملة عرض شهر 6 وشهر 7 وشهر 8 للسيشنز بخصم 30%. مستنيين اتصالكم على الارقام اللي ظهر قدامكم على الشاشة، او زوروا صفحتنا على الفيسبوك بضغطة واحدة على اللينك اللي فوق الفيديو لو انت على الفيسبوك، او تكتب شركة دي ام للتصوير والمونتاج على جوجل. مع دي ام فكرتك، مشروعك، حفلتك هتخرج في احسن صورة. وما تنسوش اللايك للصفحة لو على الفيس، او على اليوتيوب سبسكرايب للقناة. اكيد في يوم هتحتاج تتصور صورة تستاهل، وساعتها هنقولك تحت امرك، لان مع دي ام الصورة هتطلع احلى.